بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزاها عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونوير به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهيل علي حفظه ثم درساه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. قرآننا من معجزات المصطفى محمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا أجلها نفعا على أمته مسرمدا. طوبى لمن يحفظه دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا وكيف لا إذا يموت جسمه لن يفسدا. يا رب نور قلبنا بنور القرآن الجلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا.